باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. لما اخطا داود النبي وعرضت عليه عده عقوبات قال عباره جميله جدا، يعني التلات عقوبات اتعرضوا عليه عشان يختار واحدة منهم، فقال أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله واسعة. من الآية دي نقدر نستنتج إيه حنو الله ورأفاته. المرأة التي ضبطت في ذات الفعل وقعت في أيدي الكتبة والفريسيين ومعلمي الشعب فطالبوا برجمها، ولكنها لما وقعت في يد المسيح أنقذها من هؤلاء وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. ربنا طيب جدا ورأفاته واسعة، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يقسو على أحد. حتى الذين عاشوا بعيدا عنه واضطهدوا كنيسته، يعني شاول الطرسوسي مثلا، ياما ناس كانوا بيشكوا منه مر الشكوى وكان بيضطهد الكنيسه وياخذ رجالا ونساء ويرميهم في السجن. لما وقع في ايد ربنا استخدم الغيره الموجوده فيه لصالح الخدمه وجعله رسولا للأمم ومبشرا في أماكن كثيرة، وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. وقع في إيد الله، الإيد الطيبة الحنونة غير أيد البشر. البشر جايز يتميزوا بالقسوة والعنف ولو من أجل المبادئ أو القيم، لكن ربنا يتميز بالحنو. زك العشار وقع في إيد الناس فاعتبروه ان هو انسان لا يصح شخص ان يسلم عليه ولا يدخل في بيته، ولاموا السيد المسيح لانه يعني وافق ان يخش بيته. قالوا ازاي يدخل في بيت رجل خاطي؟ لكن زكى لما وقع في ايد المسيح قال لهم اليس هذا ابنا لابراهيم ايضا؟ وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، مش بس الزكة، الزكة وكل المحيطين به. أسلوب السيد المسيح يختلف عن أساليب الناس، حتى بعض الرسل. يعني مدينة زي السامرة كانت رفضت إنها تقبله لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم في سفره، فقالوا له أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ دول وقعوا في إيد مش إيد بشر عادي، ده في إيد رسل. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما،
ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم، وإذا به في وقت من الأوقات يدخل إلى السامرة ويخلصها، ويخلص المرأة السامرية التي كانت تعتبر نجسة أمام الشعب، إنها عاشت مع 5 أزواج والذي معها الآن ليس هو له. كلمها برقة بلطف، كلمها عن الماء الحي. لم يقل لها كلمة جارحة واحدة لغاية لما قالت له: يا سيد، احنا نسمع عن مسيا، فقال لها: الذي يكلمك هو. ودخل إلى المدينة وآمنوا أهل المدينة لأنهم وقعوا في يد السيد المسيح. البشر صعبين، لكن اللي يقع في إيد ربنا يقع في الإيد الحنونة الطيبة اللطيفة. الله الذي قال إنه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، اللي قال: هل أسر بموت الخاطئ؟ اللي احنا بنقول له: كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. الله هذا في رأفاته الكثيرة، في طول أناته، في محبته، في حنوه، هو الذي لما أخطأ داود وعاقبه قال أيضا: على الرغم من العقوبة فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي. إزاي يا رب؟ ما أنت عارف خطاياه وعارف البير وغطاها وعارف اللي جواها، تقول فحصت فوجدت حسب قلبي. هو صحيح له ضعفات، لكن قلبه من جوه بيحب ربنا. عجيب ربنا في معاملاته مع البشر. خذوا سليمان الحكيم. سليمان الحكيم الذي في وقت من الأوقات اهتزت حكمته، ويقال عنه في ملوك الأول إصحاح 11: وفي أيام شيخوخة سليمان نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. سليمان وقع في إيد ربنا، فماذا كانت النتيجة؟ قبل ما يتولد حتى ربنا قال لداود عنه، قال له: هيجي ابن من أولادك ويجلس على عرشك إلى آخره. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس، ولكن رحمتي لا أنزعها منه. وإذا بربنا طويل الأناه يحول سليمان إلى التوبة، فيكتب سفر الجامعة اللي يشعر فيه بأنه كل شيء باطل وقبض الريح، ويكتب سفر الأمثال المملوء حكمة، ويكتب سفر النشيد الذي يعبر عن المحبة التي بين النفس البشرية.